طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. درسنا المرة اللي فاتت حل المعادلات الخطية linear equations بواسطة طريقة جاوس elimination. المرة دي هناخد جاوس جوردن elimination، وهي طريقة شبهها، يعني مفيش جديد أوي. طيب، ده كان شكل المعادلات الخطية. عندي مجموعة n من المعادلات في n من المجاهيل، حيث المجاهيل هي x1 x2 x3 لغاية xn. عندنا أول معادلة a1 x1 a1 2 x2 a1 3 x3 لغاية a1n xn بتساوي b1، وهكذا، حيث ال b ده هو ال a الحد المطلق. يبقى ال b هو الحد المطلق. ممكن الصيغة دي تختصر تبقى في شكل matrices، يبقى في matrix coefficients A1 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 واحد A1 اتنين A1 تلاتة A1 N وهكذا لغاية ANN. طب هنستنى يعني دقيقتين كده لما الناس كلها تدخل، عشان ايه؟ اللي بيدخل بيقطعني. نستنى دقيقتين كده. طيب، نرجع تاني. ايه يبقى عندنا هتتحط في صورة matrices، matrix ليه coefficients، وفيكتور ليه ال فيكتور ليه ال variables أو المجاهيل ال unknowns، وفيكتور للحد المطلق. في الحالة دي ممكن كمان نكتبها بصورة more compacted، اللي هي matrix بتاعت الـ coefficients هنسميها A، مضروبة في الـ vector X اللي هو الـ unknowns، مضروبة في الـ A absolute values أو الحد المطلق B. دي الصورة اللي احنا شفناها المرة اللي فاتت أو المحاضرة اللي فاتت. أول خطوة، طبعا احنا نعمل عدد من الخطوات، إن من الخطوات الأصلية. يبقى هنعمل إن من الخطوات، عدد إن من الخطوات. هنشوف أول خطوة. أول خطوة بنسميها normalization. يعني إيه؟ يعني هقسم أول صف، هقسم أول صف على نفس، على او اول element، يعني اول element كام؟ لو رجعنا هنا a1 1، يبقى انا هقسم كل الصف ده بما فيه الحد المطلق، يعني المعادلة كلها هقسمها على a1 1. يبقى اول ترم هيبقى 1، بقت كده a1 1 كله مقسوم على a1 1 a1 1 وهكذا. بعد كده هبتدي اعمل عملية الاليمينيشن. ليه؟ انا عايز كل الاليمنتس دي تبقى اصفار. يبقى هنا ده كان الاليمنت او ايه 2 1 ناقص المعادلة اللي فوق دي، يبقى المعادلة التانية ناقص المعادلة اللي فوق مضروبة في ايه 2 1 اللي هو اول اليمنت في الصف التاني. يبقى المعادلة كلها، يبقى ده اصلا ايه 2 1 ناقص المعادلة اللي فوق كانت الترم بواحد في ايه 2 1.
هنا كان الإليمنت اتنين اتنين ناقص الترم اللي فوقيه اللي بتاع أول معادلة مضروب في A اتنين واحد وهكذا. يبقى كل الإليمنتس دي أو المعادلة دي كلها مضروبة في A اتنين واحد مطروحة من، يعني المعادلة الأولى مضروبة في A اتنين واحد مطروحة من المعادلة الحالية اللي هي رقم اتنين، والكلام ده بيوصل لغاية الحد المطلق. طيب هاجي بعد كده المعادلة اللي بعدها A تلاتة واحد، يبقى هضرب هقول المعادلة دي اللي هي رقم تلاتة ناقص المعادلة رقم واحد مضروبة في A تلاتة واحد. كل الإليمنتس هتتطرح بعد ما نضربها في A تلاتة واحد وهكذا لغاية الحد المطلق. كل ده هعمله كام مرة لغاية أما أخلص كل المعادلات. بعد ما بنخلص الستيب دي المعادلات بتكون اتحورت أو شكلها اتغير، بقت أول معادلة واحد أو الإليمنت فيها، بعد كده كله صفار المعادلات اللي تحتها، والحد المطلق كمان اتغير قيمته لأن إيه اتعمل عليه مجموعة من الحسابات. بعد كده الخطوة اللي بعدها، الخطوة اللي بعدها هعمل نورماليزيشن للصف التاني، بس ببدأ من الإليمنت التاني، يعني الصف التاني الإليمنت التاني أو المعادلة التانية. خلاص ده قلنا بقى صفر، يبقى هنا إيه؟ ده بقى صفر. يبقى هنا ده عايز اخليه واحد، يبقى هقسم عليه، ده كان اتنين داش اتنين اتنين داش، يبقى هقسم كل المعادلة رقم اتنين او الصف رقم اتنين على اتنين اتنين داش. خلاص بعد ما قسمنا بقى ده واحد صحيح، نبتدي لكل المعادلات. يبقى هبدأ من المعادلة حتى اللي فوق، هطرح منها المعادلة دي A واحد أو الإليمنت فيها A واحد اتنين داش. يبقى A واحد اتنين داش ناقص الإليمنت الأولاني ده رقم اللي هو واحد في A واحد اتنين داش، وبعدين ده A واحد تلاتة داش ناقص الإليمنت ده مضروب في A واحد اتنين داش وهكذا. كل المعادلة برضو هتطرح بما فيها الحد المطلق. هعمل الكلام ده للمعادلة التالتة والمعادلة الرابعة لغاية إن من المعادلات. بكده هيبقى عندي، هنلاحظ هنا بقى إن المعادلة بعد ما بخلص العملية دي بتبقى عبارة عن إيه؟ هنا بقى في ابتدى يتكون لي حاجة اسمها diagonal matrix. يبقى هتلاقي كل الإليمنتس هنا، الإليمنت الواحد واحد بواحد، واحد اتنين 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 بواحد، والباقي أصفار. هنكرر العملية دي لكل الستيبس، تمام؟ هنكررها لكل الحالات بحيث ان في الاخر هيتبقى لي، يعني هنعملها ان من المرات بحيث ان هيتبقى لي في الاخر ماتريكس دياجونال ماتريكس كده. الدياجونال ماتريكس دي هي اليونت ماتريكس، هي اليونت ماتريكس او الايدنتيتي ماتريكس اللي هي مصفوفة الوحدة. خلاص مضروبة في اكس هتساوي الفيكتور بتاع الحد المطلق. لو احنا ضربنا الماتريكس دي في دي يبقى هتطلع لنا على طول ايه، يعني اي في اي حاجة بنفس الحاجة، كأني بضرب واحد في رقم. يبقى هنا هيطلع لنا اكس واحد هتطلع تساوي بي واحد ستار دي، اكس اتنين تساوي بي اتنين ستار وهكذا. يبقى الحل طلع ايه بطريقة مباشرة عن طريق الاليمينيشن. مفيش باك سبستيتيوشن زي طريقة جاوس جوردن، زي طريقة جاوس جاوسيان إليمينيشن. ماشي، يبقى كده ايه الحل اتعمل. طيب نشوف الكلام ده بيتعمل ازاي بواسطة الكمبيوتر.
يبقى احنا هنعمل كام ستيب؟ هنعمل ان من الستيبس. في كل ستيب كنا بنعمل اول خطوة النورماليزيشن، ان انا الاليمنت الصف اللي عليه الدور كنت باخد الاليمنت ايه الاولاني او اللي ترتيبه كي وكي، يبقى كي دي هتبقى رقم الستيب، كي هتساوي واحد لان ده رقم الستيب، يبقى الفاكتور اللي هقسم عليه المعادلة فاكتور اللي هقسم عليه المعادلة اللي هو ايه كي وكي كي وكي ده يعني ممكن تبقى واحد واحد، ايه اتنين واتنين، ايه تلاتة وتلاتة وهكذا. يبقى هقسم المعادلة رقم كي كلها على الفاكتور ده. طيب هبدأ هعمل لوب للصف اللي هو ايه كنا بنقسم عليه، بنسميه ساعات البايفوت رو. يبقى قول الكي دي من جي تساوي كي الى ان، يعني من جي يعني ايه جي تساوي كي لان، يبقى من واحد لان. لما كنا في الصف الثاني هتبقى من اتنين الى ان لكل المعادلات، الصف الثالث من ثلاثة الى ان وهكذا. يبقى كل الاليمنتس اللي في الصف اللي هو البايفوت اللي انا هقسم اعمل له نورماليزيشن، اللي انا بخلي يعني بخلي الاليمنت فيه الاولاني اللي ببدأ بيه بواحد، هنقسم على الفاكتور. يبقى a k و g هتساوي نفس ال a k و g بس مقسومة على الفاكتور. لما تكون ال k بواحد أو أول element يعني بادئين بيه، يبقى هيبقى بواحد لأن أنا بقسمه على نفسه. طيب نفس الكلام هعمله للحد المطلق، يبقى b k هتساوي b k على الفاكتور. كده ال step دي عملت normalization لأول لل a للصف اللي أنا شغال عليه. بعد كده هبتدي اعمل عملية الطرح، طرح مع ضرب في نفس الوقت. الفاكتور هو اول element في الصف اللي انا شغال عليه لو a i و k. طيب ال id بتساوي من واحد الى n كل الصفوف ما عدا الصف رقم k، مش هطرحه من نفسه. يبقى تاني، يبقى انا عملت ايه؟ عملية الطرح لكل الصفوف فوق الصف اللي هو النورماليزد وتحت الصف النورماليزد ما عدا الصف النورماليزد نفسه. يبقى هنا عشان كده حاطين الشرط ده ان الاي لا تساوي الكي، اقدر اعمل عمليات لكن لما تساوي الكي مش هعمل حاجة. يبقى الاي من واحد لان يعني كل الصفوف، الاي لا تساوي كي يعني الصف اللي انا شغال عليه البايفوت element ده مش هعمل عليه عملية الطرح. أول element الفاكتور هو أول element في الصف، يبقى a of i و k. هنبدأ بقى هنغير، هنعمل loop اسمها a for g تساوي k إلى n. g اللي هي ايه؟ هبتدي أغير في الايه الأعمدة، يعني همشي في المعادلة ترم ترم في المعادلة. يبقى جي هتساوي كي الى ان، يبقى ال a of i و g هتساوي نفسها ناقص ال a of k و g اللي هي الصف النورماليزد الاليمنت المقابل ليه في الصف النورماليزد مضروب في الفاكتور. كده لما بنخلص اللوب دي يبقى خلصنا كل الاليمنتس بتاعت المصفوفة. ندخل بعد كده حد المطلق، يبقى b بتاعت الصف i هي نفسها هتساوي b من الصف i ناقص ال b بتاعت الصف النورماليزد مضروب في الفاكتور. لما بنخلص الستيب دي بنكون ايه؟ عملنا مجموعة من الاليمنتس. هتلاقي في الصف اللي هو النورماليزد او الاليمنت فيه بواحد، اللي فوقه بصفار واللي تحتيه بصفار. الكلام ده بيتكرر كام مرة؟ كي تساوي واحد لان ان من المرات.
بعد ما بيخلص الكلام ده بتبقى بي هي الحل، بي هي اكس. يعني بعد ما بتخلص كل الكلام ده بيبقى بي هي اكس. ممكن يتعمل ستيب نقول له اكس تساوي بي، بس بتتعمل جوه لوب فور اي تساوي واحد، لان اكس اوف اي هتساوي بي اوف اي، او تتساب كده وناخد الفاريبل ال النتائج من البي على طول. دي ايه طريقة جاوس جوردن إليمينيشن. طيب كده دي بستخدمها لحل المعادلات بطريقة يمكن مباشرة اكتر من جاوس إليمينيشن. بعد كده ممكن بستخدمها ان انا اجيب الانفرس بتاع المصفوفة ازاي. يبقى الماتريكس انفرشن يوزنج جاوس جوردن إليمينيشن، طبعا الماتريكس انفرجن اللي هي واحد على الماتريكس طبعا بتتكتب A ماينس 1، يبقى الماتريكس واحد على الماتريكس اللي هي A ماينس 1. طيب هنستخدم نفس الطريقة بتاعت جاوس جوردن إليمينيشن، ولكن بنعمل ايه؟ بنعمل مصفوفة كده موسعة خلاص، أو أعمل مصفوفة جديدة هي عبارة عن مصفوفة الوحدة اللي هي الدياجونال الرئيسي بتاعها واحد، والأوف دياجونال إليمنتس العناصر اللي فوق واللي تحت الدياجونال بتبقى أصفار. فبتبقى المصفوفة هنا أهي كأنها مصفوفة موسعة زي ما باين تحت كده، مصفوفة A وجنبها مصفوفة R. بعد ما بعمل الجاوس إليمينيشن بتتعكس العملية، بتبقى تتحول لمصفوفة I، تتحول لمصفوفة I مضروبة في المصفوفة A ماينس 1. لحظة يبقى بعد ما بنعمل عملية جاوس جوردن إليمينيشن هيتبقى لنا المصفوفة I هتبقى هي في الأول، والجزء الثاني من المصفوفة الموسعة هيبقى A ماينس 1. طبعا الكلام ده في الكمبيوتر ممكن يتعمل مصفوفتين منفصلتين أو يتعمل إيه مصفوفة موسعة. هنشوف إحنا عملناه إيه. هنا اتعملت مصفوفة موسعة مفيش مشكلة. يبقى البرنامج عبارة عن برضو هعمل أول حاجة هنشئ الـ Augmented Matrix، سماه Augmented يعني مصفوفة موسعة. يبقى نقول من I تساوي واحد لـ N، من G تساوي واحد لـ N. ليه؟ أنا هعمل صفوف وأعمدة، يبقى بعمل لوب للصفوف اللي هي اللوب اللي هي الاندكس بتاعها i، ولوب للأعمدة اللي هي اللوب الاندكس بتاعها j. يبقى for j i تساوي واحد ل n، for j تساوي واحد ل n، ال a of i يبقى الصف زي ما هو، لكن العمود هيزيد ايه؟ هيزيد بمقدار n لأن دي مصفوفة موسعة. يعني هنبدأ بعد العنصر n. قيمة العنصر بتساوي صفر إلا إذا الشرط بقى الاستدراك ده، if i تساوي j then ال a of i و j زائد n هتساوي واحد. لو ال i بتساوي j الصفر يساوي العمود، عشان يبقى إيه على الدياجونال الرئيسي بتاع الإيه المصفوفة r. طيب بعد كده بعد ما كوننا المصفوفة الموسعة نبتدي نعمل الايه الإليمينيشن، هي نفس الخطوات بالظبط. يبقى ال K هتساوي واحد ل N، دي الرقم الستيب. نعمل نورماليزيشن للصف A K و K، ولكن ناخد بالنا ان الستيبس كلها بتبقى لغاية N في اتنين، يعني من K المصفوفة كلها
ناخد بالنا إن المصفوفة كل العمليات هتتعمل على عدد من الأعمدة جي من كي إلى إن في اتنين، مش إلى إن زي الخطوات السابقة. يبقى برضو هعمل normalization، يبقى هقسم الصف اللي بنسميه pivot row أو الصف اللي أنا هطرح منه، هقسمه كل الـ elements بتاعته على الـ factor. يبقى الـ element نفسه، الـ element نفسه k و g هيساوي نفس قيمته بس مقسومة على الـ factor، بحيث إن إيه k و k دايما بيساوي واحد. هنا الـ step دي ملهاش لازمة إلا إنها إيه، يعني كتأكيد إن الـ AK و K هيطلع قيمته بتساوي، ولكن ممكن ما تتعملش. بعد كده نبتدي نعمل عملية الطرح، إن أنا هطرح كل صف من الـ pivot line أو من الصف اللي معمول له normalization. يبقى for i تساوي واحد، لان هعمل لكل الصفوف ما عدا الصف اللي رقمه k. يعني if i if i لا تساوي k هعمل عمليات الطرح، لكن لو هتساوي k مش هعمل عمليات الطرح. يبقى الفاكتور هتساوي ايه، k i و k اللي هو اول element في اول element له قيمة في الصف، وهنقول ايه، هنمشي في كل الايه الترمات بتاعت الصف، يعني كل الاعمده. يبقى هنبدا من كي تساوي فور جي تساوي كي الى ان في اتنين. يبقى الكلام ده فور جي تساوي كي الى ان في اتنين، ده معناه ان انا همشي على كل الاليمنتس اللي هم عددهم ايه لغايه ان في اتنين. يبقى a of i و g هتساوي a of i و g a of i و g هتساوي a of i و g. يبقى كل element هيساوي نفسه مطروح منه ال element المقابل ليه في المعادلة، اللي هو في المعادلة normalized اللي هو a of k و g، مضروب فيه ال factor اللي هو a i k اللي هو ال factor. خلاص، ليه بنخلي الفاكتور بنخزنه في رمز لوحده؟ لان قيمه اي وكي ممكن تكون اتغيرت في البدايه، يبقى احنا بنخزن الايه قيمه الفاكتور. طيب بعد ما بنخلص هتاكد ان الايه اي وكي بقى صفر، هو بيبقى بصفر، ولكن ايه ممكن دقه الحسابات تخليه رقم مثلا في 10 اس ناقص 15 حاجات كده، فايه احنا بنأكد فبنقول هو صفر، اللي هو بعد ما بنخلص اللوب بنقول ايه اي اوكي تساوي صفر. ولكن برضو الخطوة دي ممكن ما تتعملش. بعد ما بنخلص اللوب بتبقى المصفوفة الجزء الموسع من الصفوفة هو الماتريكس انفيرجن. ممكن بقى بيتعمل خطوة ان انا اطلع الماتريكس انفيرجن ده من المصفوفة الموسعة، مش مهم قوي يعني نوضح الخطوة دي ازاي، نطلعها في مصفوفة منفصلة وتبقى هي دي الانفرس بتاع الماتريكس. كده خلصنا حل المعادلات الخطية والماتريكس انفرجن using جاوس جوردن elimination. في طريقة اسمها خوليسكي decomposition، دي مش هندرسها اختصارا يعني عشان الوقت طبعا ضيق علينا. في بعد كده مجموعة من التطبيقات كانت موجودة على اليوتيوب، انا هنزل لينكات ولازم الناس تدخل على التطبيقات دي وتفهمها عشان ممكن نبقى نتقابل، سواء بقى هنشوف بقى وضع الكلية ايه، اذا كانت المقابلات هتبقى في الكلية ولا اونلاين، عشان يعني ايه نتناقش في البرامج دي. انا هوقف بس الريكورد.